هذه الأيام تتعلق بعقيدة الهاشميين الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. لذلك نحن تجاه السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها وتجاه أمها وأبيها وجدها وأهل البيت عموما وحواري أهل البيت كل من يتعلق به يجب أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول إحياء أمرهم، رحم الله من أحيا أمرنا. الإحياء إلى مراتب، مرتبة من مراتب الإحياء، واحد عنده بنت يسميها زينب، ليش واحد يسمي أسماء بعيدة، أسماء أعداء الله، أسماء حيادية؟ لا، يسميها زينب مثلا، يسميها فاطمة. هذا نوع من الإحياء. نوع ثاني من الإحياء، واحد يكتب مقالة حولها. نوع ثالث، واحد يكتب كتاب في شأنه. حتى واحد عادي يجي من هذا العمل، ولنا قضايا وقضايا في هذا الباب، واحد عادي يتمكن يكتب كتاب نافع ومفيد ومرغوب. واحد يقيم مجالس العزاء في الداخل وفي الخارج بماله. واحد يشيد مراقدهم، تشييد مراقدهم، هواي اكو مراقد الان غير مشيدة لأبنائهم لأحفادهم لحوارييهم، واحد يشيدها. في مصر اكو، في غير مصر اكو. اشقد هذا العمل الى قيمة عند الله. هذا المشهد عندما يشيد يبقى إلى 100 عام، 200 عام، 1000 عام، أكثر أقل. كم من صلاة تصلى هنا، كم من دعاء يدعى هنا، كم من قطرة دمع تذرف من خوف الله تعالى في تلك المراقب، كم من قرآن يقرأ، كم من دعاء يدعى، كم من ليلة إحياء تحيا، كم من ناس يتوبون في هذه المراقب. واحد يحييها، يعمرها، ينشئها، واي إلى قيمة عند الله. واحد يحاول بمقدار الإمكان أن يحيي أمرهم. هذه إن شاء الله تكون ذخيرة للإنسان في قبره وآخرته، يوم لا ينفع مال ولا بنون.